اهلا بيك، يا ريت تحكي لي حياتك من البدايه. انت كملتي دراسه، شلون كانت حياتك؟ ممكن من حكينا هوايه قلتي انه حياتي بالبدايه اثرت على حياتي بعدين، سولفي. هلا وعيني، اني شوفي ريدت اشارك وياك بس على مود شغله، لان وين ما اروح كلها شافتني بنظره مو حلوه، واكو ناس يعني قطعت علاقتها بي، بس أنا أحب نفسي وراح أسولف ليش وأقول ليش أنا أحب نفسي وأشوف الدنيا ما تتوقف على إنسان. طبعا هي سببها الرئيسي مثل ما تردين أنت إنه أحكي لك حياتي من البداية. من البداية حياة طبيعية وطفلة تحب تلعب وتحب أنه تصادق البنات وبنات الجيران وولد الجيران وتلعب بالشارع وتحب المدرسة وكل الزينة بالمدرسة، وكملت دراستي زينة ابتدائية خلصتها ورحت للمتوسطة مخلصتها. من تخرجت من المتوسطة بدأت أول شغلة اللي هي غيرت حياتي، يعني شي اقول لك 180 درجه تغيرت. اول ما دخلت التليفونات عندنا، انا مواليد 90، فاول ما دخلت التليفونات بالبدايه عندنا النوكيا وبعدين الدوبو، يعني هاي بالبدايه اهلي اشتروا التليفونات وهيك شيء. من تخرجت من ثالث متوسط، اختي متزوجه اكبر مني قالت انا بس تنجحين الك هديه موبايل، والموبايل هذا الدفتري بالبداية اللي هيك رصاصي دفتري، وهذا فد شيء يعني كان يمكن من أرقى التلفونات بذاك الوقت. أنا أحكي يعني بالألفينات، بداية الألفينات، يعني كانت هدية كلش حلوة. وقريت ودرست وطلعت معدل 76 بالمتوسطة، فقلت ما أدري أروح معهد، معهد تمريض كان موجود، لو أكمل معهد فني، لو يعني كنت حايرة شنو أكمل. جابت لي التلفون، أول ما أخذت التلفون طبعا حملت الأشياء وحملت النغمات مثل أي وحدة فرحت، وبي كاميرا وأخذ صور، وما قلت هاي الفرحة بالبداية من صار عندي التلفون. صديقاتي اللي ويا بالمدرسة يعني يمكن 2 أو 3 اللي عندهم تلفون، وذولي مو صديقاتي كلش، بس هم أخذت رقمهم وظلت يعني أدز لهم رسالة. أخواتي الأكبر مني عتهم المزوجات واللي وياي بالبيت، يعني اللي عتهم يعني أنا فرق عنهم، ندز رسائل البعض وهيك شيء. يعني هاي الفرحة بالبداية من التلفون. بس أول شغلة صارت عندي نبهتني عليها صديقتي بالمدرسة، طبعا أنا كملت إعدادية لأنه شلت هذا الحلم إنه أكمل أي إعدادية ثانية، الصناعة والتجارة لو هاي الأشياء، يعني كنت خلي أكمل إعداديتي العادية، كل بالي إنه تغير الموضوع بالتليفون. وأكثر وقت هي يعني أقضيه على التليفون، أدرس بس ما قلت شملت، لا أنا حب الدراسة. فنبهتني صديقتي على شغلة، قالت خاف أرقام غريبة راح تتصل بيك لا تجاوبيها. قلت يا وليش تتصل بيها إذا ما حد يعرف رقمي؟ قالت لا هسه صار شلون يدقون ارقام هيك اي رقم، واذا طلع ولد وهو ولد ما يجاوب، واذا طلعت بنيه فيلزقون وراح تصير يعني راح يصير لك مشكله. وهاي استغربت من هالموضوع، هو دار بدايته كان هيك شيء، ناس تدق على ناس بالتليفونات. أنا أخذت الموضوع للونسة، تصير ليش ما أنا أجرب، أنا أكتب أرقام معينة ونظل نضحك وهيك الشيء. فأني كل شهر من يعطوني مصروفي أشتري رصيد، ونظل إحنا من نتجمع البنات ببيت جدي نتصل على أرقام غريبة ونظل نضحك، فاللي يجاوبنا كبير بالعمر، اللي يجاوبنا كردي، واللي يجاوبنا. فصارت ونسة انه احنا نخابر ناس، وبعدين طلت هواي ناس تتصل على تليفوني لان انا هواي اتصلت وعرفوا بنية. لا ما حاجه واضح. بالنسبه لمفهوم احنا نبدا بالتنشئه الاسريه بالنسبه للاسره، كيف انه للام
وللأب مراقبة هذا الموضوع للأطفال بالنسبة لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي، دخولهم على بعض المواقع من خلال هذه الأجهزة. طبعا بالتأكيد من المفترض على الأب والأم من خلال التنشئة الاجتماعية تعليم أطفالهم على جدول محدد. يعني احنا نلاحظ مشكلة موجودة انه الأم في سبيل انه تكمل اعمالها المنزلية تعطي لابنها التليفون الهاتف وتذهب تكمل اعمالها المنزلية بدون رقابة، بدون ما تشوف ابنها هل هو مثلا اخذ الوقت الكافي لهذا الموضوع او ما اخذ الوقت الكافي لهذا الموضوع. اذا بالتالي هنا اكو فد اهمال، فالجانب إهمال من ناحية التنشئة الأسرية بهذه المسألة. المسألة الأخرى مسألة إدمان الإنترنت اللي إحنا نلاحظها موجودة حالياً مو فقط على مستوى الأطفال والمراهقين، حتى على مستوى الشباب، يعني الشباب الجامعي. مسألة أنه الشخص أو الفرد بينا يجلس على الإنترنت لمدة طويلة، يعني 4 ساعات فما فوق أو 3 ساعات فما فوق، كيفما هو الحال وفق الدراسات أنه ساعتين هي تعتبر إدمان على الإنترنت. زين هذا يجلس 4 ساعات و6 ساعات، يعني فترة طويلة جدا بدون رقابة من الأب والأم، هذا الموضوع بالتأكيد حيكون إلى انعكاساته المستقبلية على الطفل من ينشأ ويكون فرد بالمجتمع. بالتأكيد راح يعتمد بشكل أو بآخر، حيكون عنده اعتماد نفسي على وسائل التواصل الاجتماعي. معظم الآراء اللي يأخذها حتكون من أشخاص افتراضيين موجودين وين؟ بمواقع التواصل الاجتماعي. بالتالي هنا حتى شخصيته ما راح تكون مبنية على الصعيد الواقعي، راح تكون مهزوزة بسبب اعتماده على الواقع الافتراضي بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا صراحة يعني أشكر كل شخص يحاول يضوي على هذا الجانب المهم. إحنا التليفونات حال أي متغير دخيل جديد دخل للمجتمعات، فيعتبر قيمة. دخل قبل ما أعرف بالضبط قبل كم سنة، بس أول ما دخل هاي التقنية، دخلت تقنية الهاتف، أكيد قربت المسافات بين الأشخاص بين الناس، ولها آثارها الإيجابية اللي كل إحنا نعرفها. لكن إلى جانب الآثار الإيجابية لكل متغير دخيل جديد يدخل للمجتمعات، أكو آثار سلبية. من أكثر الآثار السلبية لدخول الهاتف النقال أو الجوال وبعدين صار الهاتف الذكي، وهاي طبعاً المصطلحات تغيرت على اعتبار أنه التقنية تطورت، بدأت تصير بها تطبيقات كثيرة، تتوسع التطبيقات، يقرب نطاق الاتصال، فقمنا نسميه السمارت فون أو الهاتف الذكي. بداية كان الهاتف النقال على اعتبار أنه هو ينتقل ويا الإنسان من مكان إلى آخر. هسه بعيدا عن صفات الأجهزة كتقنية، نحكي على آثار السلبية، وقلنا واحدة من آثار السلبية هو التعلق الزايد به، التعلق بهاي التقنية اللي قربت لنا المسافات. هذا العالم الافتراضي خلانا نتعرف على ناس احنا ما نعرفهم، شخوص ما نعرفهم، قربت المسافات، قلنا نتواصل ويا ناس من اماكن بعيده. فمن خلال هاي الاتصالات يعني اكو رقم علق عندي، يعني ظل صوته حلو الولد، وش اقول لك يعني شلون اللي انعجبت بيه، بس انا ما اعرف هذا شنو، هذا اعجاب، هذا شنو، يعني انا ما اعرف هاي شلون سر العلاقات، وهاي ما عندي خبرة بالموضوع، بس خليت هذا الرقم مميز عندي وأفرح كلش من تجيني رسالة منه. شلون كانت الرسائل تجينا؟ تجينا هيك مسجات، عندنا أكو دفاتر بها أشعار فيكتبوها، أو يعني هيك بدايتها كانت، يمكن كانت حلوة الحياة بالاستخدام، يعني أنا أشوفها وقتها غلط وأهل ما يدرون، بس أنا أحب هذا الشيء، فيكتب لي أشعار وأني أرد عليه، واشتريت هذا الكتاب اللي هو بلف اللي بأشعار وبنكت وهيك شيء. استمر الموضوع بهذا الرقم، او حسيت بعدين ظل يعني شو يقول لي عندك وقت انه نحكي نخابر، فاني شنو التليفون ما اقدر اخذه للمدرسه وما اقدر احكي بالليل وما اقدر احكي بوقت اذا موجودين اهلي، فشو وقت ما عندي ماكو احد بالبيت او موجودين بس مشغولين اسوي له مسكون طويل، هاي بيناتنا
مسكول طويل يعني شنو يعني؟ ما نقول مسكول، كنا نقول أرمش له ترميشة طويلة فراح يتصل بي. فمن يتصل بي هو نظل نسولف، يعني نسولف عن حياته، تعرفت عليه، أحكي له أني كان كل همي مثل مادة الرياضيات أسولف له وهيك شيء. هو يقول لي أنتش قد بريئة، أنت يعني طفلة، أحسك ما أحسك أنت مرة كبرتي، يعني لازم يتغير تفكيرك، أنت ما تفكرين بالزواج؟ قلت له لا، مو حلم الزواج، أنا أريد أكمل دراستي. شو هذا تغير علي يعني؟ ويحكي أشياء أنا ما أحبها، أغير الموضوع. ظل مي كل ما أدق عليه ما يجاوب، ما يدز الرسائل، فتعلقت بيه. فكانت هاي أول صدمة إلي إنه هو هذا الشخص بعد عافني. يعني ليش ردت منه السبب؟ قال لي أنا ها أنا متزوج وأني عندي أطفال وزوجتي عرفت من الموضوع. فهذا أول شيء انصدمت بيه. اي فهاي اول مشكله صارت بحياتي. فاني راسا قلت لاهلي اريد هذا رقم التليفون اريد اغيره، ارقام غريبه تتصل علي، انا على مود هو انه انسى، بس انا ما نسيته لان اهلي اشتروا لي رقم تليفون جديد واني حافظه الرقم. فظليت هماتين ادق على هذا الرقم، وانا مسميته تليفوني حوراء، يعني حتى وحده من صديقاتي هو قريب على اسمه يعني بأحرف من اسمه. فما نسيته، وكانت هاي أول صدمة إلي. فبعدين قلت أنا ليش يعني هيجي خو أنا أظل أنا أستغل الموضوع، أنا أستغل الولد مو هو يستغلني. فظليت هملت دراستي، فتعرفت على غيره وغيره، ظليت انه اني اعوفهم، حتى ومن اني اعوفهم احس الموضوع اسهل علي. وما يعجبني اقول له لا انت ما عجبتني، شخصيتك ما حلوه، ما ادري شنو سولف وياه، يعني هيك خليت الموضوع وانسى وانسى وانسى. لحد ما اكو رقم تليفون، طبعا هاي وصلت للسادس، ودخلت هواي تطبيقات وسوينا فيس و سوينا الويتشات، ويعني هاي التطبيقات يعني شلون درلين تطور وي الموضوع. نعم، الحقيقة أنا ما أوافق على مسألة أنه الأهل في البداية كانوا غير منتبهين لهذا الموضوع، وإنما أنا مثل ما قلت بالبداية هي مسألة إهمال من الأهل. أنا اليوم بنت من أجي أخليها في غرفة مثلاً وحدها، وأنطيها موبايل بإيدها، وقنوات تلفزيون أمامها تكون مفتوحة دائماً مثلاً بغرفة وحدها، هي تأخذ من جانب أنه توفير متطلبات الإبن أو البنت، بس بجانب آخر هي لها آثار سلبية. يعني كيف أنه مثلاً أنا أخلي بنية وبإيدها هاتف وتظل بكيفها تتصل بأرقام غريبة مثلاً، أو تدخل إلى مواقع معينة، هذا كله يعتبر من السلبيات، هذا إهمال. هو ماكو فرق ما بين ذيك الفترة وهذه الفترة، هو كله يعتبر نقدر نقول إحنا دنعيد جيل معتمد بشكل كبير جداً على الإنترنت، هي هذه المسألة الأساسية. ولهذا من يدخل مثلا بعلاقات زواج، بعلاقات خطوبة، تكون فاشلة معظمها بغض النظر عن مسائل الخيانة على مواقع التواصل الإلكتروني أو غيرها. ليش فاشلة؟ لأن هو مثل ما قلت اعتمد على واقع افتراضي. البنت نفس الحالة، البنت بالنسبة للهاتف وغيرها تعتبر مجازفة، يعني مسائل الابتزاز الإلكتروني احنا نقدر نقول هسه حاليا هي وليدة اللحظة، وليدة قبل كم سنة، لا موجودة، حتى سابقا موجودة مسائل الابتزاز الإلكتروني. إذا احنا كأهل أو كأساتذة أو كباحثين أيا ما كنا، من المفترض الأبناء يكونون أمانة بأعناقنا، وبالتالي لازم متابعة الإبن سواء كان طفل سواء كان ولد أو بنت. يعني هو من باب الفضول بالبداية، بدأ من باب الفضول، هي ما كانت مخططة أنه توسع شبكة علاقاتها بقدر ما كانت تستسيغ التقنية حتى جانب ترفيهي، تستخدمه كجانب ترفيهي، لكن هذا الجانب الترفيهي والتمادي به وصلها إلى أمور ما كانت هي مخططة لها، وبالتالي هي انخرطت بهاي الأمور وبهاي السلوكيات، وهاي السلوكيات اللي أثرت على حياتها،
حالة التعلق بالأجهزة التقنية أو بالهاتف النقال أو بالهاتف الذكي، هذا الإنسان إذا ما يخطط له ومن البداية يحاول يحط له حدود معينة للفائدة من عنده، راح ينخرط بجوانب سلبية جدا كثيرة تأثر عليه وعلى حياته، وهو هذا اللي صار ويا الحالة اللي دناقشها حاليا. بدأت الموضوع قلنا من باب الفضول ومن باب الترفيه ومن باب البحث عن المتعة، شوية شوية تطورت الأمور، بدأت تتعلق بشخص عن طريق الصوت، انعجبت به وتواصلت وياه، بدأ حتى يأثر على مستواها الدراسي بعد ما كانت هي شاطرة بدراستها محبة للدراسة، بدأ تصير عندها حالة التلكؤ الدراسي بسبب تعلقها بشخص معين، هذا أدى بها إلى أنه تتلكأ، والتلكؤ أدى بها إلى فشل، وبالتالي تخلت عن حلمها وعن طموحها بالدراسة. فاعتيادي راح تدور بديل آخر، يمكن البديل الآخر اللي هو متوفر حسب عمرها، يعني بعمرها بهذا العمر للبنية وهي بدأت تتعلق بشخص، أنه فكرة الزواج بدأت تراودها، وفعلا هو هذا اللي صار. رقمنا من الأرقام كان جيراننا نفس المنطقة، فهذا وايد تعلقت بي، والولد هم تعلق بي وراد يتقدم لي. من تقدم لي أهلي رفضوا، ولأسباب ما أعرف الصراحة، ما سألت عن الأسباب، بس كان المشكلة أنهم رفضوا، يعني قالوا تكمل دراستك، إحنا مو من نفكر نزوجك هسه. فصار بالعكس الموضوع، أنه أنا ما أحب الدراسة وما كملت السادس وقعدت بالبيت، رسبت أول سنة ثاني سنة، قلت لهم أنا تريدون زوجوني زوجوني. طبعا الولد مستمر علاقته بي، نسولف وهيك شيء، بس هم رفضوه يعني اكثر من مره. اجى صارت قسمتي، تزوجت شخص هذا منتسب، وهو يعني خوش ولد، بس يعني شلون حياه طبيعيه، يعني مو ذاك التعلق بيه، بس زوج وزوجة ما عندنا شيء. وبنفس الوقت أني هذا الولد بعدني متواصلة وياه. الولد طبعا كمل كلية، أني صار عندي 2 بنات ومتواصلة وياه وسولف وياه وهيك شيء، حد ما صارت البنية الثالثة صار عندي 3 بنات، وراها الولد يعني خطب. فأني كان هاي صدمة عمري، قلت له أنت ليش خطبتها؟ قال يعني أنت صار عندك 3 بنات، شو تريدين يعني أنتظر شنو؟ فأني ظليت تغيرت، يعني صرت أنه أني أريد أعوضة على هاي السنين، أنه أني أريد شنو تريد تسوي لك خطيبتك أني أسوي لك، شنو اليوم هي سوت لك، شنو لبست لك أني ألبس وأصور وأدزله. وهذا الشيء غلط، اعترف هذا الشيء غلط، بس يمكن غلط انه انا ضيعته من ايدي هذا الولد. هو فعلا سابقا مو قلنا هذا متغير دخيل جديد، وكل متغير دخيل جديد المجتمع يحتاج فتره على ما يتعود عليه ويصير قيمه جديده مستدخله بالمجتمع، متعارف عند المجتمع، متقبلين فكره وجوده، متقبلين فكره الاشياء اللي حتنبني على وجوده، ومن ضمنها التعارف على شخص. لأن تعرفين إحنا مجتمعنا مجتمع إسلامي، مجتمع قيمي، عنده قيم خاصة به، مو بسهولة يتقبل المجتمع. يعني فكرة تناقشين إنه المجتمع يتقبل، ويمكن أنا أتوقع إنه يعني حالة خلينا نقول يعني، وأنا أسمع الحكاية مال هاي البنت مرات أحس أكو حالة إحباط موجودة عندها، يمكن الإحباط جاي من حالة الرفض للمجتمع. هي قانعة أنه ممكن أكو علاقة تصير وتكمل عن طريق الميديا، بينما المجتمع رغم أنه هم بجانب معين حسب ما قالت أنه أهلها منفتحين، يعني عندهم نوع من الانفتاح ممكن يتقبلوا رأيها، لكن هذا ما صار من البداية. يعني هذا التفاوت بالتقبل للوضع بين الأهل وبينها هي يمكن يلعب دور مهم بحياتها ويا زوجها، لأن هي تزوجت رغم أنه هي مو عن قناعة بالحب، تزوجت لأنه هذا مشروع زواج خلاص، وعايشت ويا الموضوع وتعاطت وياه وصاروا عندها أطفال. يمكن أعتقد أنه هي يمكن لو ارتبطت بشخص اللي كانت على علاقة به، وهي أصلا مقتنعة بفكرة أنه العلاقات ممكن تستمر
وتكون علاقات ناجحة عن طريق الميديا ما كانت تعاطيها ويا الموضوع مثل ما تعاطت، لأنه هي الزوجة لمجرد فكرة الزواج أنه هي خلاص ما عندها بعد خيار آخر، خيار الدراسة صار خيار يعني فاشل، فتحاول تعوض بخيار آخر اللي هو مشروع الزواج. طبعاً مو قلنا هذا خلل، يعني هذا الخلل بالتفاوت بالبداية بين وجهة نظرها ووجهة نظر الأهل، هي اللي تحملت نتيجته، مو نقول تحملت نتيجة الانطباع مالتها عن الموضوع ككل، دخول هذا المتغير، وأخذت هاي الفترة الطويلة. وممكن أكو حالات يتعاطون بهالطريقة، بس بوضع معين أو بوقت معين من خلال هاي المسيرة تتعدل أفكارهم، ممكن تتعدل أفكارهم فيتوافقون ويا فكرة ويتكيفون ويا فكرة الزواج، مو بالضرورة يصير عن طريق الميديا، مو بالضرورة الزواج الناجح والمستمر هو يكون عن طريق أنه أنا أعرف شخص وأحبه وأتعلق به وهي هاي، لا، ممكن تفكير آخر هو اللي يضغى، تعرفين شلون؟ لكن ويا هاي الحالة اللي موجودة عندنا، صح هي زوجت وصارت عندها أطفال، لكن بقت متعلقة بفكرة التعارف على شخص آخر عن طريق الميديا، ويكون عندها شخص بالعالم الافتراضي لازم، فما غادرت هاي النقطة، يعني هذا خلل، بقت بتواصل ويا الفكرة اللي هي حاملتها إنه شخص اللي ترتبط به أو اللي ممكن ترتبط به وتكون سعيدة وياه هو عن طريق العالم الافتراضي، فهذا طبعا قطع عليها الطريق إنه تتمم حياتها، رغم إنه زوجها كان إنسان متسامح محب إلها، موفر لها أغلب طلباتها، مضحي إلها، يحاول إنه يتفانى بإسعادها هي كزوجة وأطفاله، وهي معترفة بهذا الشيء، لكن هذا كله وكل هذا العطاء ما قدر يساعدها إنه تغادر فكرة الارتباط بشخص عن طريق السوشيال ميديا. بقت واقفة بهاي النقطة، صح هي تطورت الحياة وصارت عندها أولاد، وبقت مرتبطة ومتعلقة بشخص عن طريق الميديا، هذا التعلق يعني وصل مراحل ما اريد نقول عليها مرضي بس اكثر من اللازم، بدليل انه اثر على حياتها، ما خلاها تشوف الجانب الايجابي بهاي الحياه الجديده وهاي العطايا الجديده اللي موجوده عندها، بقت مستمره وياه. ايش وقت بدت تنصدم او تشوف الامور على حقيقتها؟ لما شافت انه ذاك عنده حياه، هي ما كانت شايفه عنده حياه، كانت تتوقع انه حياتها مرتبطه بها وهي الانسان المقصر بحقه، هذا الطرف الثالث اللي دخل، إلى أن انصدمت بفكرة خطوبته، خلاص يعني هنا بعد عرفت أنه هو عنده حياة جديدة، راح يكون حياة جديدة، فممكن تخسره بهاي الحياة، لأن أكيد راح يرتبط بإنسانة وزواج ومشروع أطفال وهاي التفاصيل، هنا بدت حالة القلق والخوف عندها، يعني بدت تظهر على السطح، وهذا أدى بيها إلى تنازلات كثيرة ما كانت هي تقدمها قبل هاي الحالة، عارفين شلون؟ ولا حتى كانت مفكرة بها، بدت هي تقدمها للطرف الآخر، وما صور الطرف الآخر يقبل في وجود هكذا، يعني وما طالب من عندها أصلا، بدت هي تحاول تفرضها كنوع من أنواع التقرب لهذا الشخص حتى ما تفقده، تقنع نفسها وتقنع أنه هي مجاهزة لفقدانه، هذا اللي صار عندها. فحتى من اكتشف زوجها هاي الحالة، يعني هي من السلبيه بحاله، انا تفاجأت صراحه لما قالت ما يهمني وين ما توصل الامور خليه توصل، عرفتي شلون؟ فاذا هاي فتره الزواج ايش قد استمرت؟ ما وصلت بيها لنقطه السلام، فظل الموضوع بيناتنا تطور، وصارت صور، صارت محادثات، صار كلام، صار اتصال، وهاي الفتره انا هملت زوجي هوايه، هو اصلا احنا علاقتنا قلت لك هي روتينيه. اي شنو المشكلة اللي صارت؟ انه بحيث صار الطلاق، زوجي يجي يعني كل 10 ايام، ويعني دوامهم مو ثابت، مرات كل اسبوع يروح ويجي، يعني هو مرتب وضعه ويبلغني قبل لا يجي، احضر اسوق هيك، هو يحب يعني ياكل، يحب يعني احضر اكلات، لانه حد ما لحق من هو يجي، انا عندي 3 بنات ومدارس ويجي، فمرة من المرات اجى بدون ما يبلغني. من اجى طبعا اول ما اجى تفاجأت اني، قلت له ايش جابك انت مو بعد يومين؟ قال لا نزلنا. قال شنو سوقتي؟ قلت له لا والله ما سوق. قال روح للسوق.
قلت له ماشي انا يعني راح اخذ واحده من البنات واروح. ايش قال لي؟ قال لي عفوا تليفونك شكو ما اخذته وياك وهاي جات السوق. فاني خفت وما اقدر اقول له لا ما عوفه. قلت له لا اخاف احتاج شيء اتصل بيك. قال لي لا روحي عفوا التليفون. بس من عفت التليفون هالمره يعني قلبي قبضني، يعني عبالي شلون حسيت انه هو شك بالموضوع، بس قلت يلا شي يريد يصير خليه يصير، انا ما اهتم. ورحت للسوق رجعت ما لقيته وما لقيت تليفوني. اجى بالليل، من اجى قال بنات نامن؟ قلت له نامن البنات. قال احكي لي. قلت له شو احكي لك؟ شنو شكوى حتى احكي لك؟ قال احكي لي هذا منو؟ وشنو هاي المحادثات وشنو هاي الصور؟ وعاني مثل العالم اني يعني هو حكي عليها. قال لي انا من شفت انا كنت شاك، ومن شفت انت بالنسبه لي انتهيتي بعد، انا ماكو حياه. بس فكر فقط بالجانب المادي مثل ما قلت، يعني اما مساله وجودها هي بحياته فهي انتهت، من خانته هي انتهت بعد. فيعني اخذها احتمال بتفكير معين انه انا على شنو مثلا مأذي نفسي او داخل سجن على مودها، انا اكتفي بمساله انه اتخلص منها بالطلاق وانتهت المساله، فاكتفى بهذا الموضوع ويتزوج وحده ثانيه ويبدا حياه ثانيه. بس هي بجميع الاحوال تعكس مستوى اهمال الزوج لزوجته بجميع الاحوال، مثل ما قلت انه الاهل يهملون زوجه يعني بناتهم، نفس المساله بالنسبه للزوج، الزوج لازم يتابع حتى لو اكو خصوصيه للمراه. الزوج من حقه أنه يمسك موبايل زوجته، من حقه يشوف شنو موجود به، من حقه هذا الأمر. وهي نفس الحالة ما بيها شيء، يعني إذا كانت الثقة موجودة فما بيها شيء. يعني إحنا ناخذها من مسألة حسن النية، بس هو لازم يتابع زوجته بجميع الأحوال. يعني إذا كانت موظفة يروح لها المكان عملها، إذا كانت طالبة جامعية يروح لها يشوفها، ما بيها شيء. هذا شيء يعني ضمن الشرع وضمن التقاليد الاجتماعية. هذا الولد شلون يعني دافر بيتي وهيك مسوي اشياء، انا هذا الولد اقاومه وراح تصير عشائر بيناتنا. اما انت فهذا درس الك، البنات تعوفين وتروحين لاهلك باكر. بس قولي لي من ايش وقت؟ قلت له من ايش وقت ترى هذا موضوع طويل يعني. قال سمعك اني من ايش وقت؟ قلت له من اني بالسادس اعدادي. تخيل انا صار كم سنه هذا الولد اعرفه. قال معقوله واني ما عرفت؟ لان ما كانت هيك العلاقه، كانت مجرد صداقه يعني. بس هو من خطب واني حسيت انه راح يروح مني. يعني قال شنو يعني هو كان معوضك، هو اللي بديل لي؟ قلت له لا انا ما خاينتك ولا مسوي اي شيء، بس هاي الفتره من هو خطب يعني أنا تهسترت، حسيت إنه راح يروح مني، فصار هيك شيء. قال مو أنا همين ما حاس إنه أكو شيء ذيك السنوات كلها، بس هاي الفترة حسيتك أكو شيء خلل ومو مثل قبل مشاعرك، وأنتي باردة علي وأكو شيء غلط. فأنا شكيت، قلت له مو أنت السبب، أنا السبب. وحقك احنا ما نكمل سوا لانه انا خنتك وخلص. شو تريد تسوي؟ هذا رقم الولد وروح شو تسوي سوي. المهم انا ثاني يوم خذت ملابسي، البنات طبعا ظلوا يبكون وهاي لانه ماما وين رايحه وهاي. انا بهاي وقتها ما يعني ما رف قلبه على بناتي الصوري. ليش؟ لأن بنات قلت مصيرهم إنه هو يتزوج هو ويزوجهن، يعني مو فتشي. وأنا كبرتهن وهيك شيء، بس أنا شنو عودتهن على دلال، أنا مربيتهن على دلال بلبسهن بكل شيء كل شيء. هو خطية كان يجي الراتب إحنا نصرفه عليه وعلى البنات. أنا أقول شيء هالرجال ما مقصر وياي، بس زواجي بيه غلط، أنا هيك اللي أشوفه. هي الحقيقة هذا الأمر يأخذ أبعاد كثيرة. البعد الأول هسه أنا ملاحظة مو بس هي على مستوى حالتها، هي أكو أمهات كثيرات يعني أشوفها مثلا الستايل مالتها وفق التقاليد الشرقية مالتنا،
ستايل بنتها يختلف، لبس بنتها يختلف، وهي تمشي بصفها. اذا هنا اكو خطا، اكو فد اختلال موجود مو صحيح. انا اليوم اذا ستايلي اسلامي من المفروض بنتي شو تصير؟ ستايلها نفس الستايل مو صح؟ يعني هذا حتى اذا نقول خلي الساير الجيل مالتها بس باسلوب محتشم ومحترم. اذا الام هي البيئه الاساسيه لتنشئه الاطفال وتنشئه البنت وتنشئه الولد، وبالتالي الحقيقه هي يعني ام غير صالحه، ام غير صالحه لتربيه الابناء، لان هي دا تشوف انه اللي سوته هو شيء صح، فبالتالي راح يستمر هذا الخطا وياها حتى مع ابناء اخرين. الحضانه احنا يعني اذا نشوف هذا الامر من الناحيه القانونيه، فالقاضي من الزوج يثبت خيانه زوجته، حتى حضانه الاطفال يعطيها لمن؟ يعطيها للزوج. هذا معناه شنو؟ بالضبط هذا معناه شنو؟ معناه انه هذا الامر هو شنو؟ مكروه، وهذا الامر مرفوض. فبالتالي هي معناها ام غير صالحه من ينطي الحضانه للزوج ويتركها لانها قامت بالخيانه الزوجيه، اذا هي ام مو صالحه. فكيف راح تربي ابناء بعد الطلاق؟ هو هنا السؤال. هي يحتاج انه تفرمت نفسها من جديد، تعيد نفسها من جديد، تفكر هي اللي سوته صح لو خطأ. وما أعتقد هي راح تفكر، لأن مثل ما قلت لك الأناني ما يفكر، الأناني بس يباوع على نفسه وعلى مصالحه، يتسلق على الأكتاف ويصنع حياته على حساب الآخرين. فهي هسه حياتها هذه راح تصنعها على حساب الزوج الثاني، شئنا أما أبينا. رحت لأهلي، شنو صار؟ ما قلت لهم، قلت لهم وأنه يعني لا تسألونا وشنو الأسباب. أهلي هم تفهمين يعني الموضوع، ما حكوا. هو إيش سوى؟ هو قاومه وخذ يعني ما أدري فصل شنو سوى، يعني صارت بيناتهم عشائر. هذا الولد اتصل بي يقول لي أنت كسرتيني، أنت سويتي لي يعني حياتي ويعني سمعتي راحت. قالوا أنه هو سوى علاقة وهي واحدة من الزوجة وما أدري شنو، وما خلى هو يعني رجلي ما خلى السبب بي، خلى السبب بي هو. قال له والله هي مرة أنت شلون تستغلها وهيك وعتها بيت وبنات وهيك الشيء. قال هو رجلك ما طبيتش السبب، انطبية السبب وما انطبيتش قدام الناس كلها. قال وما قال إنه هي اللي غلطانة، لا هذا مستغلها، وهذا شلون قال لهم إنه يستفزها ورايد انه شلون يعني يبتزها. هاي الكلمه يعني وايد انتشرت هاي الفتره. وصحيح هو زوجي منتسب ويعرف هاي الامور القانونيه، فقال لهم انه هو مبتز زوجتي وهيك الشيء وعشيرته واقفه وياه. المهم مقاومه ما اخذ فصل، يعني فصل قوي. هذا عافني وانا اتطلقت وراحن بناتي. شلون اكمل حياتي يعني؟ انت شنو يعني؟ قلت لك انا من البدايه انا احب نفسي وحياة ما تتوقف على واحد او اثنين. واتمنى هواي بناتي يفكرون بانه يحبون نفسهم اكثر شيء. بعد الطلاق شو اللي صار حياتك الحاليه؟ ارتبطتي بشخص ثاني او لا؟ أهلي طبعاً ما متشددين علي وحياة طبيعية وش تريدين وش تريدين تشتغلين تريدين. لا قلت لهم ما أريد أي شيء، نفقتي تجيني إلي، نفقة مالتي مال مؤخر تجيني، وحياة عادية. تعرفت على أشخاص جدد، وتعرفت على شخص من كربلاء، هذا الشخص من فصل، وحسيت أحاسب معاناتي. وهو همتين زوجتي كان ما حابها لأن رايد غير وحدة، وهاي الوحدة منطينها يعني نفس قصتي، وأنا حكيت لقصتي وتفهم قصتي فتقدم لي وتزوجنا، وصارت عندي بنية من هذا الزوج الثاني. بس بناتي يعني شوية مو شوية هواي ابتعدوا علي، وطليق تزوج وحده، وهاي البنيه اللي تزوجها الله يعطيها العافيه يعني خوش بنيه الصراحه. لان يعني شفت بناتي بعد فتره
متغيرين، لبسهم متغير، يعني حتى طريقتهم وحتى كلامهم متغير. أنا شفت مدللتهم وعلى المشترى وعلى هالأشياء، وهذه متغيرين بنات صارين أحسن. يمكن أنا عفتهم يعني وما فكرت بيهم، والله عوضهم يعني. إن البنات خش مرة وبالصحية عتها ولد وتفرق، حسيت شوية بيناتهم بين البنات. بس يعني أنا شفتهم من رحت الأهلي، لأنه يعني هو زوجي قال شوف بناتك، دني بناتي جزء محتاجينك. من شفت ما محتاجيني، بالعكس متغيرات. فحكيت ويا أبوهم، قلت له يعني شنو مصير البنات؟ قال بنات مو زينات بالدراسة الصراحة، والكبيرة يعني بلغت وهاي، فزوجهم أنا بس قسمة زين. قلت له دير بالك يعني أنا خطأ، تعرف زواجي بسبب هي هاي القسمة. فتفهم هو، قال لا أنا ما أجبرهم وراح أكون وياهم دائما وهاي. قلت له أنا ما أقدر بعد أتدخل بالبنات، أنا هي مسؤوليتك هاي، بس أريد أتزوجهم زواجات زينة، مو تخليني أخطأ واختيارك أنت، لا خلي البنات على راحتهم. قال لي شلون حياتك؟ قلت له حياتي الحمد لله مرتاحة وخوش رجال وصارت عندي بنية. قال الله يوفقك. قلت له الله يوفقك انت العوض همين، هاي المرة جابت لك الولد او خليته هو يعني هو المسؤول على البنات. البنات شفتهم صح متلهفين لي، بس شلون يسمعون كلام هاي الزوجة الجديدة، يسمعون كلامها اكثر وصارين مطيعات اكثر وهاي. فانا ارتاحت لهم، وهذا زوجي الصراحة ما مقصر علي، وأني عوض له وعوض لي الحمد لله والشكر، وعندنا بنية وما نفكر بعد نجيب أطفال. الحقيقة أني يعني أطالب مؤسسات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، أطالب القضاء، أطالب الجهات المعنية بعمل معاهد ومؤسسات تدخل الخطيبين بدورات من أجل معرفة السلبيات والإيجابيات فيما بينهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أطالب بتطوير الباحثين الاجتماعيين الموجودين في المحاكم من خلال دورات من أجل القضاء على مسائل الطلاق، وأيضا التوعية الإعلامية بمسألة الخيانة الزوجية، هذه المسألة أيضا مهمة. بالنسبة إن مثل المثل القائل يد واحدة لا تصفق، المشكلة إنه إحنا عندنا تداخل ثقافات، عندنا دخول أمور معينة بدأت تعتبر هي حرية شخصية. حالياً المصطلح الجديد هو حرية شخصية، بينما هي أمور منافية للمجتمع، يعني سابقاً ما كانت موجودة الآن وجدت. فهذه كلها لها انعكاساتها أولاً وأخيراً على أبنائنا وعلى الجيل الجديد. زين تشوفين نفسك خطأنا؟ يعني اللي أشياء اللي صارت وياك هي خطأ لو ما تعترفين بهذا الشيء؟ يعني هي مش اللي صارت من البداية، يعني من البداية أنا غلط تزوجت. المفروض أنه مثل ما هذا ما صارت أختار واحد أريده يعني، أو اختياري، لأنه حياتي ما رهمت لأنه ما تزوجت الإنسان اللي أحبه، هي هاي المشكلة. بس قلت لك أنا من البداية أنا ليش شاركت وياك وحكيت وياك؟ لأنه ردت إنه البنات يعرفون يحبن نفسهن، يحب نفسه واحد يعني حتى يختار صح، حتى ما يظلم نفسه. فهذا كل اللي صار وياي، وأرجع أقول أنا ما غلطانة، ما أعترف، لا أنا ما أشوف هذا الشيء. سألتيني إنه تشوفين نفسك غلطانة أو سويت شيء غلط؟ لا ما سويت شيء غلط ولا غلطت، وما اعترف بالغلط، بدليل انه انا تعوضت بخوش انسان وانا اختاريته، فانا اعتبر نفسي انسانة قوية. نعم، هاي مو تحب نفسها، احنا نسميها بالمصطلح النفسي شخصية نرجسية. الشخصية النرجسية هي اللي تأذي من حولها وتأذي نفسها، بس ما تعتبر هذا إيذاء، ما تعتبره إيذاء. ف
فبالتالي هي عبارة عن شخصية نرجسية حبت نفسها بشكل كبير جدا، يعني على مستوى أناني نقدر نقول أنانية كانت، حبت نفسها وما نظرت لأطفالها، ما نظرت لزوجها، ما نظرت لحياتها العائلية، نظرت فقط وين؟ على نفسها فقط ركزت. فالشخص الأناني أو النرجسي ما يهمه إنه يؤذيك أو يؤذي من حوله، يهمه بس نفسه، يعني مصلحته فوق الجميع. فهي كانت من هالنوع هذا. مسألة التبرير، ماكو أي تبرير لموضوع الخيانة الزوجية حقيقة، يعني ماكو أي تبرير نهائيا، لأن هي مسألة شرعية، إذا تجين على الشرع فهي مسألة مرفوضة، وإذا تجين على التقاليد الاجتماعية فهي أيضا مسألة مرفوضة، فبالتالي ما لها أي تبرير. هي تحاول أنه تبرر بشكل أو بآخر، بس هي أخذت السلوك الخطأ. خل أقول لك فد مسألة معينة، يمكن إحنا هنا هالقد ما نتعرض لحالات، إحنا أولاً إحنا باحثين فهواية تعترضنا هكذا حالات، مسألة إنه الحياة ما تتوقف، هي فعلاً ما تتوقف، يعني مو بس بهذا الجانب، بكل جوانب الحياة، الحياة ما تتوقف على شخص، ما تتوقف على تجربة، ما تتوقف، لأنه رب العالمين دائماً انطانا نعمة النسيان ونعمة الانطلاقة الجديدة. يفترض الإنسان إذا مر بموقف أو مر بتجربة سيئة، مو نهاية العالم، هو يحاول يتعلم من أخطائه، هو هذا المهم، إنه الإنسان يتعلم من تجاربه السابقة، من يبدي حياة جديدة. يفترض كل الأشياء السلبية اللي عاشها أو اللي سببت له مشاكل أو اللي انبنت عليها فد أمور معينة يتجاوزها بالمستقبل وخلاص، ما يخليها عقبة بحياته، وإلا مصيره راح يتعرض مرة أخرى للفشل. نعم، الحقيقة أنا دا أكلم حضرتك، أنا مسؤولة وحدة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي بكلية الآداب، وتوجد عندنا شعبة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي برئاسة الجامعة. الحقيقة نحن نعمل بكل طاقتنا في سبيل التوعية والإرشاد بالعديد من الأمور، يعني مو فقط هذا الأمر، أمور كثيرة، أمور إدمان المخدرات، أمور الابتزاز الإلكتروني، نتناول جوانب كثيرة، التطرف، الإرهاب، غيرها. المشكلة الأساسية أنه مجتمعنا متعدد المشاكل، وبالتالي حضرتك أنت طرقتي الفكرة جميلة اللي هي أنه نوجد باحثين اجتماعيين. إحنا من دا نخرج طلابنا دا نخرجهم على هذا الأساس أنه هم باحثين اجتماعيين، لكن هل دا يجدون فرصتهم بالتعيين مثلاً بالمحاكم وبوزارة العدل رغم الحاجة الشديدة والماسة، وزارة العمل الحاجة الشديدة والماسة لهذا الموضوع؟ يعني أنا اللي أعرفه أنه وزارة العمل تحتاج باحثين اجتماعيين كثيرين، لكن هل يوجد تعيين؟ إذا نحن هنا من راح نعين، راح نقضي على مسألة أخرى اللي هي البطالة. فبالتالي مثل ما قلت لحضرتك، هو موضوع متشابك مع موضوع آخر.